أنا رجال فطرتي دينية جذوري لاهوتية ما أقدر، لأنه أنا من كان عمري سنتين أو ربما أقل من سنتين والدتي أصيبت بمرض أو بتعب نتيجة الخطار اللي يجونه هو يتعرف، وكان يعني طبخ ونفخ وكذا، فأصيبت بنوع منه. والدي كان لتبني عائلة من رجل وامرأة، يعني ما عندهم ذرية، اسمه شداد. وهذا كان عنده حلال، يعني هو أبوي بيشتري له خرفان وجمس وكذا مدري شنو، وكان مؤمنا في غاية الإيمان، قال رجل خالص الإيمان. شداد خالص الإيمان، خالص الإيمان يعني. فتبنوني. اها. في فترة مرض الوالدة. فكان هذا البيت مالهم، لا هو بالقرية ولا هو بالمدينة. على حدود بين الحي والريف يعني القرية. فكنت أنا في الحقيقة ألاحظ سلوك هذا الرجل العجيب. فكان بعد أن ينتهي من أعمال البيت وأعمال الشغل يفرش السجادة ويتجه إلى القبلة، وهناك صور كانت للحسين والعباس وعلي مخليها قباله، وكان يناجيهم مناجات غريبة. يعني هسه أنا حصلتني البشة في الحقيقة، لأن أتذكر تلك المناجات بكل خشوع. يا أهل البيت، أنا في شاربكم، أنا معكم، أنا إليكم، أنا منكم، أنا 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 أنا. فكثر بي تأثير في غاية العمق يعني حقيقة يعني. فاكتسبت جدحة روحية من هذا الرجل المتدين، وكان أبي يقدره تقديرا كبيرا، حتى عندما كان يدخل إلى الديوان أبي يقوم ويجلسه إلى جانبه رغم وجود التجار الكبار احتراما إليه. وكان يخرج أحيانا بالأسبوع مرة أو مرتين، يذهب إلى المقهى يأخذني معه إلى المقهى، يشرب الاستكان الشاي ويضع العانة، كانت عملة أربع فلوس هذا بالصحن، خذ ويرجع، لا يتكلم مع أحد، لا يرسل سمولة لا أبدا، إلى أن توفاه الله عز وجل رحمه الله. وبقت أم الشداد، زوج الشداد اللي اسمها ردافة، هي ترعاني إلى أن صار عمره 7 سنين. فانتقلت إلى البيت الأصلي، يعني بيتي في المدينة، وقد عانيت معاناة شديدة من هذا التناقض ما بين قيم البيت الجديد وما بين القيم التي تربيت عليها في هذا البيت الذي هو مزيج من الريف والمدينة، بين أبوين وأمين. وأضرب لك فد حادثة حصلت لا تزال مؤثرة في حياتي. يعني أنا عندما دخلت إلى البيت، طبعا كان فرح، أنا كنت أجي بالأسبوع مرة، 10 دقائق ربع ساعة وأرجع زائر. إي، فوضع، جئت يعني الإقامة بعد، وضع التمر في إناء وكلامه. تعرف البيوت قبل كان بها ساحة، يعني ساحة ودائر ما دائرها غرف. نعم. فأنا جلست وكأنما أحس الكون يضغط على صدري. فأكلت تمرة ورميت بالنواة في فضاء البيت، لأن هناك نحن نأكل تمرة وساحة مفتوحة على الريف نرمي التمرة. طيب. فضج الأخوة الأعزاء الموجودين بالضحك، لأنهم كانوا يأكلون والنواة يضعوها في الماعون. أي. فشعرت بشيء يعني مهول. ولا تزال يعني مورست عليك طبقية أبناء الشعبندر. طبعا لذلك يعني أكو فد مفارقة بيني وبين إخواني يعني. والله يمكن هي اللي قادتك إلى الشيوعية مبكرا.